دكتور هبه قواس، رئيسه الكونسيرفاتوار الوطني اللبناني الذي اسسه وديع صبرا عام 1945، اذا تستمرين في نشاطك كرئيسه كونسيرفاتوار عبر الانشطه الموسيقيه ورغم كل ما يحدث بعد طوفان الاقصى؟ نعم صحيح، لانه نحن هلا وقتنا نثبت للعالم لبنان الحقيقي، نطلع صوته، نمد جسور رغم تسكير كل الابواب، لانه صوت الموسيقى هو اللغه العالميه. نحن بنحكي بيتهوفن يعني الماني، وبنحكي تشايكوفسكي يعني روسي، وبنحكي وديع الصافي يعني لبناني، وبنحكي عبد الوهاب يعني يعني مصري، وبنحكي دانات يعني حجازي، وبنحكي 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 ديبيوسي يعني فرنسي، بنحكي كل لغات العالم من جذورنا العربية للانفتاح العالمي الدولي. هذا لبنان الحقيقي، للموسيقى قادرة تفرجي حقيقته، واللي الأوركسترات اللي توقفت بشكل قصري من سنة 2019 مع ثورة تشرين، مع كل شيء مرقنا عدنا، ولكن نحن بانتظار شيء صغير اللي هو كتير مهم، استكمال الأعداد اللي هي بانتظار هلأ ترجع من خارج لبنان إلى لبنان، وهون عم بتقولي متروين شوي بسبب الأحداث. أي أعداد؟ أعداد الموسيقيين يعني؟ نعم، نحن الأوركسترات اثنين هن دوليين مش بس من لبنان. نعم، الجزء اللبناني ابتدى عمله بانتظار نحن أنه نقدر نعرف كيف أوضاع لبنان والمطار وإلى آخره، لحتى نقدر نجيب باقي الموسيقيين لنكمل الرحلة الموسيقية بالأعداد الكاملة. استاذي والفنانة هبة قواس، هون يعني أنت عم بتشوفي الاعتراضات الشعبوية، للأسف مش شعبي، شعبوية ضد أي نشاط ثقافي أو نشاط فني، يعني عم بيحاولوا كتير يطالوا المملكة العربية السعودية أن استمرت ببرنامجها الترفيهي والثقافي. يعني أنت وهون شفتك أنك عم تشكري معالي وزير الثقافة اللي عم بيدعمك، ماذا يقول هذا الكلام؟ صحيح. نعم، نحن طبعا ليش وقفت؟ وقفت بسبب الثورة، بسبب لأن اللي حصلت يعني هاي بداية توقيف قطاعات كثيرة بلبنان الأوركسترات، وبعدين لأنه تبعوا انهيار اقتصادي، تبعوا كورونا، تبعوا انفجار مرفأ، وضعضعنا بانهيار كبير. جيت أنا بقلب الانهيار لحتى رد هالمؤسسة لوضعه. طبعا ما بينرد بس بخطط استراتيجية من دون مال، يبدأ من لبنان وبعدين باستراتيجيتنا نستقطب الأموال من كل العالم كاقتصاد. يعني أنا بقول الموسيقى مثل ما هي دبلوماسية ومثل ما هي حضارة وثقافة، هي كمان اقتصاد طبعا. وهذا اللي عم نشتغل عليه، وهذا اللي خلى انه في قناعه كامله من رئيس مجلس الوزراء بهذا الموضوع، ومن وزير الماليه بهذا الموضوع، وطبعا اللي عم نحارب ايد بايد هو وزير الثقافه، لانه هو الوزير الوصي على مؤسساتنا كلها. نعم، لكن عندما نقول وزير الثقافه اللبنانيه يعني وميوله حزب الله، هل يوافق وزير الثقافه اللبنانيه على استمرار الانشطه الترفيهيه الثقافيه رغم ما يحدث في فلسطين؟ وزير الثقافة بيعتبر أنه وزارة الثقافة وزارة سيادية، وهون عم نحكي ثقافة ما عم نحكي سياسي بهذا المطرح. عارف. فإذا الموسيقى هي ثقافة، ومهمته كوزير ثقافة بوعيه كقاضي بيوعى أهمية، يعني هو كمل بمشروع معرض الكتاب ما وقف. نعم، وطلب منا أنه ما نوقف، هو كان معنا أنه ما نوقف. يعني أنا بالنسبة إلي شو في أقوى من مقاومة الثقافة والألم والموسيقى؟ ما في أقوى، ما في أقوى، ما في أقوى من المقاومة. نعم، ما في أقوى من المقاومة الثقافية والفنية نعم، هيدي الصناعة بالأخير. وأنا بقول نحن الريزيلينس، يعني نحن الشعب عنده ريزيلينس، عنده صمود. يعني نحن بنبقى بوجه المدفع، بوجه الستورمز، الرياح القوية، بوجه الحروب. يعني أنا بنت الجنوب، بنت عاصمة الجنوب، أنا خلقت بصيدا، وتحت الطيران كنا نروح المدارس ونعيش حياتنا، لأنه نحن بنصنع الحياة. نعم، نحن صنع للحياة، الشعب اللبناني بيصنع حياة، مش ما بيصنع موت. هذا شيء كتير أساسي، وهذا ندائنا للعالم. يعني أنا يمكن برسالتي اللي كتبتها عم نادي العالم يشوفوا حياتنا. نحن حياتنا هي الثقافة والحياة والإبداع، وهذه دايما كانت سيجنتشر اللبناني وين ما راح بالعالم. حبونا بكل بلاد العالم لحقيقتنا هيدي. وأنا إذا بخاف ما
ما عم خاف إلا على الهوية الثقافية اللبنانية إنه هي تنصاب، ما عم خاف من أي شيء تاني. مع وهذا هيك اخطر شيء، البريئة اخطر شيء استاذي هبه، لانه الحجر فينا نرجع نعمله، البشر نرجع نخلف بشر، لكن الهويه الثقافيه اهم. هيدي اللي نعم وخاصة إنه نحن عم نترحل بكميات كبيرة، صح. يعني اللبناني ترك بلده، هالإليت الثقافي والفكري اللي عنده قدرات بكل المجالات عم يترك بلدهم. يعني احنا من الأقليات اللي بقينا بنروح وبنرجع بنروح وبنرجع، الباقيين طب مين بيرجع بيولد وبيربي بنفس الكواليتي إذا الكل راح؟ مش هيك أنا بعتبر إنه المعركة الأولى هي معركة الهوية الثقافية، هوية الإبداع المبدع اللبناني اللي بيبدع بكل المجالات. نعم، إذا نعم لثقافة الحياة، لا يعني لا لثقافة الموت أو الاستكانة أو الخوف أو الاختباء. نكمل كما المدفع يكمل، هنالك يقاتلون بالمدافع ونحن نقاتل بالثقافة والفنون الجميلة. الله يقويكي ويخلينا اياكي، ونحن خصوصا النساء فخورات بكي يعني إلى يعني أعلى. انا بشوف المشاهد اللي عم تطلقيها عبر مواقعك اللي عم تجي من فلسطين وعم ندمع بقلبنا، بس نحن استمراريتنا كيف بتستمر؟ نعم كيف نترك ليجاسي موروث كبير نعم للمستقبل نعم غير باللي بنصنعه هلا وبيقدر يبقى ويستمر صامد لأقصى معالم التاريخ؟ مثل ما كنت عم تقولي هلا تحت التسجيل إنه لبنان كتب اسمه عشرين بالبايبلز بالتوراة، شوف بالإنجيل، لبنان بالإنجيل كل المقدس. الوقت وبالإنجيل وبالتوراة قبل منه، يعني بالبايبل خلينا نقول بالبايبل نعم إن جنرال موجود، أخذوا من الأرز كتبوا. على كل حال بيوم أيام نحكي نعم الكنعانيين اللي استقروا بلبنان سرهم لهلا ما انكشف، لهلا مغطى، يعني إله اللي كان موجود على حرمون على جبل حرمون إيل اللي كل الأديان ترجع له إيل، احنا نعم بعدنا نعم كلنا بنقول ميخائيل وجبرائيل نعم وهيك. نعم هون عم تحكي عن الفيلقيين. طب شو هالسر اللي طلع من بلاد كنعان وعلى جبل حرمون؟ سؤال كبير، وفي وراه 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 لسه أرضنا ما وصلنا. بنقول فينيقيين وفي أثرات فينيقية، بس أنا بظن إنه لسه ثقافتنا القديمة، أسرارنا القديمة، روحانياتنا القديمة نعم لم تكشف بعد أو خبئت. خبئت كما خبئ عدد كثير من أو نسخ كثيرة من الإنجيل. الأسرار والفكر نعم الكوني أكيد دائما هذا كان يتخبى خوفا من إنه يستعمل غلط خلينا نقول. نعم أنا متعطشة جدا للقاء فيديو كامل صورة وصوت معك، وبتمنى لك التوفيق إليك ولكل كل النخبويين في لبنان شكرا الذين يقودوننا شكرا، يعني باتجاه صحيح. ونحن ايد وايد بايد كل واحد طبعا بمجاله، ونحن كلنا هيك ايد بايد بمطرح، وان شاء الله نعمل المختلف. دائما الامل امل لانه عشنا الاصعب ودائما كنا عم نعيش الاصعب وشفنا كيف عبرنا دائما نرجع نعبر، وتصور هيدا بس يا رب نصير نعبر من الاحسن للاحسن للاحسن من دون ما نرجع تحت الارض ونرجع نطلع كل مره. إن شاء ان الله شاء الله نصير هيك نعمر، ضلنا نعمر بس إن شاء الله. زقفي إن زقفي شاء من الله. قلك ست أستاذي هبة قواس، دكتور هبة قواس، وإلى اللقاء. Thank you. Thank you. إلى اللقاء. شكرا.